السلام عليكم. التخلص من الخجل مشكلة تواجه الكثير من الناس، وهو الهدف أو أحد الأهداف الأساسية اللي كانت من موضوع عملي للسلسلة كن الشخصية القوية المحبوبة. كان في شخص قبل سنوات خجول جدا، لو ذهب بسيارة أجرة ممكن يدفع الأجرة ويستحي يطلب الباقي. كان إذا صار عرس فرح أو عزاء يخاف يروح لأجل ما يتعرض لموقف معين. كان في شخص، طبعا نفسه هذا الشخص، إذا يعني دخلوا، من نفترض هو وصديق له المطعم، يحرج صديقه، يحرجه ويدفع، هذا الشخص يدفع مرة ومرتين وثلاث. كان خجول جدا، كان عنده خوف اجتماعي، رهبة اجتماعية من الجميع. فجأة تغير، صار عكس أول تماما. حتى نعرف هذا الشخص هو أنا الآن اللي أنا واقف قدامك. أنا هو هذاك الشخص اللي كان يستحي من أنه يرفع صوته، لو واحد في الشارع بعيد أستحي أني أناديه. كان هذا قبل ممكن 10-15، ممكن حوالي 15 سنة. لكن الحمد لله أنا اجتزت هاي المرحلة، وأنا لما اجتزتها يعني كنت فرح جدا جدا أن اجتزت هاي المرحلة، وأنا الآن واقف أمامك لأجل أنك أنت تجتاز هاي المرحلة، مرحلة الخجل، مرحلة الخوف. تمام. في عندنا الإنسان الطيب والإنسان الخجول، تقريبا الاثنين مشتركين في الصفات. الإنسان الخجول اللي صوته واطي، اللي وقفته قدام الناس بدون ثقة، لما تناظر لعيونه ممكن يعني هيك تجي عينك بعينه ينزل عينه، هذا هو الخجول. الآن إحنا هذا الشخص الخجول عنده برنامج الخجل، إحنا بدنا نشيل البرنامج الخجل ونحط برنامج ثاني. يكون البرنامج إنك تكون قيادي وقوي الشخصية، قيادي وقوي الشخصية. قبل ما أبتدي في الموضوع بدي منك تجيب ورقة وقلم. خلي الورقة الصفحة الرئيسية أو الصفحة الأولى من الورقة، هاي خليها مشان نبدأ في المعلومات اللي بعد ما أذكر هاي النقطة. نقلب الورقة نكتب في عنا أربع أنواع من الشخصيات. أول نوع إنه شوف إنه أنا أفوز والآخر يفوز. لو كنا نقوم بعمل معين أنا وشخص، فتجد عندي إنه أنا بحب إنه أنا أحصل النتيجة الجيدة والشخص الآخر، أنا أفوز فيها والشخص الآخر، أنا أنجح والشخص الآخر. هذا أول فئة من الناس، سجلها عندك. الفئة الثانية من الناس إنه اللي هو الأناني، هذا بالذات الأناني، إنه أنا أفوز أنا أنجح وأنت تفشل. النوع الثالث اللي هو أنت الخجول، طبعا مش الكل، أكيد مش الكل اللي بتابعني هو خجول. النوع الثالث إنه أنا كخجول أخسر وأنت تربح. يعني مثلا كان مثلا نفترض انه احنا بشركه نتقاسم الارباح، ممكن يعني اخذ من عندي اعطي للاخر خلاص لاجل ارضائه، مش مشكله خلاص انا خلاص انا بكفيني هيك، او خلاص ما بدي هالمره، ما في مشكله ما بدي ارباحي هالمره وخلاص ياخذ كل شيء. هذا هو الخجول. النوع الرابع هذا النوع زي النوع المنحرف، إنه أنا أخسر وأنت تخسر، زي اثنين جالسين في الجامعة أو في المدرسة، هذا فاشل بده يخرب، هذا يصير فاشل زيه، بدخن بده يخلي الثاني يدخن معه، صايع، إنسان فاشل بكل معنى، فاشل منحرف بده يخلي الآخر منحرف، هذا بسموه لوز لوز، إنه أنا أخسر وأنت تخسر معي. إذا عندنا أربع أنواع من الأشخاص. الآن نرجع للصفحة الأولى نكتب، بدي منك تكتب كل شيء تكرهه في نفسك،
من طباع فيها خوف وخجل. يعني أنا ما نفترض حكتب أنه أنا بخاف من الوقوف أمام الناس، أول نقطة. ثاني شغلة أنا بخاف من المناسبات. ثالث شغلة أنا أخاف أن أتكلم مع الغرباء. رابع شغلة أنا لما بتكلم أو لما يحرجني شخص، يحرجني مثلا نفترض أنه كنت اثنين بمطعم، أجى الشخص الآخر قال لك ادفع، انحرجت أنت ودفعت، سجلها عندك. أنت بتتحمل أعباء إضافية. يعني مثلا واحد قال لك والله أنا اليوم تعبان، خلص خذ أنت شغلي، أنت اثنين بمكتب، قال لك خذ شغلي سويه وأنا بدي أطلع، وأنت تنحرج وتأخذ الشغل، تصير عليك أعباء إضافية وتداوم ساعات إضافية، وأنت مجبور لأجل ما عرفت تحكي له لا. طبعا أنا بالزمان لما كنت خجول استعنت بكتب وخبرات شخصية. الكتب بنصح الجميع اللي بده يحاول يزود أكثر بكتابين. كتاب الأول اللي هو لا تكن لطيفا أكثر من اللازم، والثاني هو الكتاب الثاني يعني تطوير أو تنمية بشرية أكثر، اسمه الضربة قوية على الرأس. كتاب جميل جدا. طبعا الكتابين هذول ممتازات لأي واحد حاب يتوسع، بس أنا بحاول قدر المستطاع أعطيك يعني زبدة الحكي. إذا سجلنا النقاط السلبية اللي عندنا، لازم تبدأ بنقطة بنقطة. نقطة الأولى خليها تحدي عندك بينك وبين نفسك. المناسبات مثلا نفترض أنه المناسبات لازم أصير في المناسبة، مثلا لو اشتركت مناسبة لازم أني أؤدي كإنسان طبيعي مش إنسان خجول، تمام؟ لو واحد أجي يحرجني لا بتوقف، قال لي ادفع بقول له لا ما بدفع، ده تعود أني أحكي لا. نبتدي في النقطة الأولى. النقطة الأولى أنا طبعا الخجول، مش أنا بطلت خجول، الخجول بيحاول يكون إنسان متكامل، متكامل مثالي قدام الجميع. لا تحاول أبدا أنك تكون مثالي أمام الجميع. يعني مثلا واحد قال لك ها أنت بخيل أنت بخيل، أنت تثبت أنك كريم تروح تعزمه على شيء، هو جرك ما أثبتت أنت هيك، قال لك بخيل آه بخيل. أنا بيجيني على الناس على الناس كثير على النادي هون، مثلا بيجيني في لي صور مثلا رافع رجلي الحمد لله 17 سنة بلعب كذا، فضربتي عالية وضرباتي حلوة، في بعض ما أخذ لها صور حاطها، فرافع رجلي ضاربها ومصور صورة ضربة عالية كثير يعني. فبيجي الناس هذا أنت الصورة؟ نعم أنا الصورة. طب ورجيني كيف؟ كثير بتصير معي. واحد من الشباب أجاب قل لي ورجيني يشوف بالله، قلت له هو أنا بعرض سيرك، سكتته. واحد ثاني بقول لي ها كذاب كذاب ما بتعرف شيء، أنت عملها على الفوتوشوب، ها كذاب كذاب ما بتعرف ترفع رجلك. ما بيهمني تحكي لي كذاب ما كذاب، ما بيهمني، مثالي أكون عندك مش مثالي، المهم أنا راضي عن نفسي وأنا بعرف أنه أنا شغال صح ومرضي ربي. استوعبنا النقطة. الخوف من رد، طبعا هسجلها هاي النقطة الثانية. النقطة الثانية الخوف من رد فعل الآخر، نهائيا ما تخاف من رد فعل الآخر إلا بإطار المصلحة والمفسدة. مثلا أنت موظف وفوقيك مدير أعطاك شغلة إضافية خفيفة، قال لك مثلا معلش اطبع لي هالورقة مثلا، مش توقف لا ما بطبع ما ب... لا عادي، هاي هون عندك مصلحة مفسدة لأنه ممكن هذا مديرك يضرك مثلا نفترض، تمام؟ وبالمقابل في ما بقدم له تنازلات كثيرة، في أمور ما بتنازل عنها، في أمور بكون شخصية قوية قدامه، وفي أمور عادي صغيرة بمشيها ما في مشكلة، هاي ما بعتبرها إشي، هاي لأنه مبني عليها مصلحة مفسدة، شغلات صغيرة تافهة عادي يعني ما في إشي، أما إشي كبير ما بقدر فيه، صح؟ يعني بيجيك مثلا واحد بالمكتب مثلا بيجيك بيقول لك او مثلا صديق لك اجاك على البيت بيقول لك تعال نطلع نتمشى، طلعت وتمشيته بيقول لك خليك معي للساعه 10 وانت مرتبط عندك كثير شغلات، فانت بدك تحكي له وانت خايف من رد فعله، ممكن يزعل منك وبعدين يقول لك يا اخي انت مش عارف انت ما مش صديق انت 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 انت، فأنت بتنحرج بتلغي الشيء اللي عندك لأجل أنك تظل معه،
لأجل إيش أظل معه؟ لأجل أضيع وقتي مشان أسعده، أكون أنا لوز وإنت وين؟ ما بوصل لها الدرجة، بعتذر. ممكن أعطي 10 دقائق إضافية، ساعة إضافية، بس ما أعطي كمان 5 ساعات، عندي شغل أنا كمان. مفهوم؟ لا تخاف من رد الفعل الآخر، خلي يكون. شوف إذا زعل منك أنت ما بدك إياه، إذا زعل منك أنت ما بدك إياه. ليش؟ موقف تافه يزعل منه. طب كيف لو أجا موقف كبير واحتجته وقف معك؟ طبعا أنا أحكي لك من تجاربي أنا، اللي أنا شخصية. في كمان نقطة نسجلها، إنه تعود على إنك تحكي لا للناس مش نعم. لا تعود إنك تحكي دائما نعم نعم نعم. بعرف كثير أنا أصدقائي لي مثلا تيجي بتقول له مثلا، تيجي عليه مثلا، يا معاذ معلش تسوي لي مثلا صلح لي الآيباد أو الجوال أو التلفون الهاتف تبعي، بقول لك ما في مشكلة خلاص هات، نعم خلاص بسوي لك إياه. بيكون عنده امتحانات معاذ، هو فاضي لي معاذ؟ خلاص ماشي بسوي لك إياه. طب مين أهم، إني أصلح الجوال ولا أروح عندي امتحانات جامعة وتخرج وما بعرف إيش؟ أكيد التخرج، بوزع حياتي وفق الأولويات. بقول له لا ما في مشكلة، يزعل ما بيزعل، وخليه يزعل، خليه يزعل، بده يزعل على هاي؟ أنا مش فاضي، أنا عندي شغلات أهم الآن. تعود أنك تقول لا. واحد دخلته أنت واحد مطعم، بيجي بقول لك معلش يا فلان تدفع، معيش فلوس، معي قدر كافي بكذا. تعود على هذا الاشي. يعني مثلا مرة صديق لي كان في الأردن، بعرف انه حالته المادية عالية جدا، اجاني عن نادي بقول لي ما شاء الله ما شاء الله هذا النادي انت يعني ما اخذ ضمان لك، وانا كنت في الأردن ايامها. قلت له النادي هذا انا متضمنه يعني زي استئجار كذا. قول يلا راح نتدرب عندك، طبعا مش راح تاخذ مني فلوس، ما راح لن تاخذ مني نقود بمعنى. بيقول لي نظرت له قلت له ليش ما اخذ منك؟ قلت له اذا انت صديقي ما بدك تدعمني بدايه مشواري، مين يدعمني؟ قلت له لا. نظر لي قال لي بدك تاخذ مني فلوس؟ قلت له باخذ. قال لي اذا ما بدك تتدرب. طب انت غني، انت وضعك فوق، لو انك فقير انا بدربك على حسابي مني، بس انت مش محتاج. لا تستغلني، لا تشعرني انك تستغلني، لا تخلي الاخر يستغلك في امور اذا تنازلت عنها راح ظلي بتصير حق له، بصير هذا الشخص اللي انت مره تنازلت مرتين تنازلت 3 مرات تنازلت بصير يعتقد انه هذا حق له. واذا انت يوم من الايام قصرت معه والله لا يقلب عليك، لا يعني راح يقلب عليك، يعني راح يعمل لك مشكله كبيره، وانت ويلوم فيك ويسبك والى يشتمك. لا، في امور اعطي كن زي سيف فيها. لا خلاص مش فاضي، اجوك ناس للبيت، انت عندك مشاكل في البيت كذا زي هيك بدهم يدخل البيت، لا والله معلش قولهم عادي، طرقوا الباب دخلوا بدهم معلش بدنا نجي عندك، فاضي انت واقف هيك عندك مشاكل؟ لا بعتذر منكم والله ما في مشكلة، خليه يوم ثاني، يوم ثاني إن شاء الله بعتذر منكم، مش مشكلة. لأنه أنت الأولى بالساعات أنك تحل مشكلة معينة أو تسوي شيء معين بالساعات اللي راح يجلسوا فيها عندك، وصل؟ فخليهم بروحوا. ربنا إذا ربنا قال في الكتاب في كتابه وإن في القرآن الكريم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك أزكى لكم، فعادي. مفهومة؟ نسجل النقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها، عبر في الموقف عن ما بداخلك، عبر. إذا صار معك موقف ترجع على البيت، في البيت لما تختلي في البيت لحالك، آخ لو أني سويت كذا كذا في الموقف الفلاني، لو أني سويت كذا، ما أغباني، ليش أنا هيك، ليش أنا هيك، ليش. لا 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 لا. في الموقف اللي موجود اثبت وجودك، تكلم اللي جواتك، خلي اللي يصير يصير، تحمل المسؤولية. الإنسان القيادي بتحمل المسؤولية. راح أتكلم عن تحمل المسؤولية بزيادة شوي بس بعد ما أحكي هالقصة. مرة طبعا أنا كثير بتصير معي قصص لأنه أنا علاقات كثير ونظام عملي هيك في التدريب. دخلت مطعم، كنت أنا ومعي صديقي مدرب وصديق آخر، دخلت زي هيك، فأنا
بتكلم مع تبع المطعم مشان يسجل الطلب. واحد هون في الخلف كان على الطاولة تبعته هو أصدقائه، رموا شيء كسروا زجاجة، أجا كان صديقهم واقف فبقول هذا اللي كسرها عني، وصاحب المطعم شايفه، شايف إنه ذاك الكسر، فبحكي عني هذا اللي كسرها. أنا كنت واقف هيك أشر هيك لفت، شو مين شافني؟ لا 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 كنت أمزح معك، قلت أنت تمزحش معي، قلت أنت بتعرف أنت تمزح معي. الأسلوب لما شافني سحب حاله، كان مجموعة خافوا. طبعا أنا لما عصبت أو غضبت بهذا الشكل يعني انتفش كل صدري معه، وصوتي كان عالي مع نظرة العين. أنا تكلمت في الفيديو السابق عن الاتصال النظري، تمام، عن طريق العين، عن طريق التعابير الوجه، عن طريق الصوت، نبرات الصوت، كنت دامج الثلاث مع بعض. فكان يعني أصدقائي بعدين مسكوني بيقولوا لي ليش أنت معصب، ليش عصبت عليه؟ قلت له حبيبي كن معي هيك مستقيم، أنا بكون معك مستقيم. أنا ما بحب حدا يجي إني أروع البيت وأقعد أفكر والله موقف الفلاني كنت غبي فيه. لا ما كنت غبي فيه، الموقف الفلاني لازم أثبت وجودي. فلا تخاف من رد فعل الآخر لجواتك، عبر عنه. إذن هاي نقطة لحال وهي نقطة لحال، اللي هي لا تخاف من الطرف الآخر أو رد فعل الآخر، ولا تخاف ولا يعني لا تخاف من التعبير لجواك، لجواك خلاص تتكلم فيه، تحمل المسؤولية، اللي يصير اللي بده يصير. يعني هذاك مثلا بالنسبة لي لو أجا، لو أجا وهو مجموعته كلهم بدهم يوقفوا ضدي مثلا، يعني ممكن والله وانا واقف معه يعني بحس رجلي بتنبض انه ارفع اضرب ارفع اضرب. انا الموقف كان مستفز جدا الي، فوق ما انتم بتضحكوا كسرته قدامه وكمان تتهمني. يعني انا الموقف صراحه كثير اثر فيه. طبعا دائما بس انا لان انا بحكم على الموقف بشكل صحيح، وانا لاني ادرى كنت في الموقف، في عندك المصلحه والمفسده ركز عليهم. المصلحه ايش، هل تتحقق المصلحه تبعتك كامله؟ والمفسده هل بنبني عليه شيء فاسد يعني ممكن يخرب عليك لقدام؟ مثلا انه انت ومديرك، اجى مديرك اعطاك ورقه قال لك اطبع لي اياها، معلش اطبع لي اياها، تروح تنهار في وجهه واو تصيح عليه. لا، في مصلحه ومفسده، مفهوم؟ فراعي المصلحه، شوف النتيجه ايش بتكون، وعليها عليها ابني القرار تبعك. نسجل كمان نقطة، في ناس كثير اللي هي لا تحمل، ماشي، الأعباء إضافية، لا تحمل أعباء إضافية. تكون أنت اثنين بالعمل، أنت وزميل إلك مثلا، فبيقول لك معلش يا مثلا معلش يا أحمد أنا عندي شغل كثير، أو عندي مثلا مشكلة في البيت، ففي مجال يعني تأخذ العمل عني اليوم. أنت ممكن تكون طيب وتكون محترم وتكون خجول، تقول له خلاص ما في مشكلة. ثاني يوم معلش عندي أنا مشكلة في البيت. ثالث يوم معلش عندي مشكلة في البيت. طبعا أنت صرت تداوم ساعات إضافية مشان تسكر عليه. لا تحمل أعباء إضافية، يقول له لا عملك. يعني أنا صار معي مرة مؤذن في الأردن، مرة أول يوم بيقول لي معلش تقدر تداوم عني، قلت له أنا في الأيام فاضي ما في مشكلة. أول يوم قال لي، ثاني يوم قال لي معلش داوم عني، قلت له ما في مشكلة. ثالث يوم آخر شيء قلت له دقيقة دقيقة دقيقة، أنت بتسلم الراتب ولا أنا؟ قال لي أنا. قلت له أنا بساعدك على الحرام لأنك تغيب قاعد بدون إذن وبدون عذر، فعليا أنت نايم في البيت، مرة مرتين مسكت عنك أكثر من هيك. لا، زعل وراح، خليه يزعل، خليه قدامه 60 حيط يضرب راسه بستين حيط، 60 جدار عنده، يختار اللي بده اياه. الصديق اللي ما بوقف معك، اللي بتحسه بيستغلك ما بدك اياه، اللي بيستغلك ما بدك اياه. نيجي للنقطه اللي بعدها. طبعا حكينا عن موضوع اللي هو لا، تعود على كلمه لا، وبتمنى من الجميع انه بينك وبين نفسك بحط كلمه لا قدامك، حطها، جربها يوم كامل، جربها يوم كامل، سجلها عندك وجرب مثلا باليوم الفلاني اللي بدي احكي مثلا لأحمد وفيصل وكذا كذا انه لا، تمام. نيجي الان للنقطه اللي بعدها، انه
عندنا احنا كخجولين، خلينا نطمعكم شوي، كخجولين والناس الطيبين عندنا خوف من التغيير، خوف من التغيير. مثلا انا شغال بمكان معين بحاول اكون مسكين فيه، في مثل بيقول اتمسكن تتمكن، لا يصير كذا، هذا التغيير ممكن يصير كذا. مثلا انا بعملي بتحمل اعباء اضافيه وبظلني يعني اتنازل 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 للحوالي لاجل اني احافظ على وضع الراهن واحافظ على عملي. لا تخاف من التغيير، لا تخاف من التغيير. اذا بدك تتغير وتكون انسان قيادي لا تخاف من التغيير. سجلوها، حطها في بالك، وبتمنى منك انك تشتغل على النقاط. وصل؟ تشتغل عليهم، سجلهم، كذا بدي اسوي كذا، بدي اصير يوم كذا، بدي اصير يوم كذا. اذا ترددت راح تظلك طول حياتك متردد، وراح تظلك تتعب نفسيتك اكثر، تتعب ذهنك اكثر. في تصرفات ناعمه تطلع، طبعا زي ما تكلمت عن القصه اللي في المطعم غضبت فيها لما كسر الزجاجه. لازم ما اعطي تصرف ناعم هناك. في ناس لو صار الموقف هذا معه تلاقيه مثلا اتهمك، تعمل حالك ما خلاص ساكت وهادي ومنزل راسك وزي الهبل، ما تكون زي الهبل. لا، في مواقف لازم تكون مندفع فيها، كون مندفع فيها. الاندفاع هذا لا توقفه الا شيء عقلاني مش عاطفي، عقلاني. لانه مثلا موقف معين سكتت، ثاني مره راح اسكت، وثالث مره راح اسكت، ورابع مره راح اسكت. مفهوم؟ يعني مثلا انا في الصاله اجانا كثير بتصير معي هاي. واحد المره الماضيه كان عندي دكاتره جامعه، مدرسين جامعات بتمرنوا معي، وفي واحد دخل جديد، فاثناء الحصه بدا يضحك ها 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 ها، وحكيت شباب بدون صوت. ثاني مرة ها ها بيضحك بصوت عالي، حكيت له بدون صوت، انت بدون صوت. ثالث مرة ضحك، قلت اخر مرة بدك تضحك اطلع برا اضحك، لا تضحك عندي، لا تطلع صوت عندي. نظر الي، صاروا اصدقاء يضحكوا عليه، خجل 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 خجل. طبعا يوم واحد ممكن داوم عندي وهرب. هذا عندي طبعا، هاي استفيد منها إلك سواء إذا كنت مدرب أو كنت مدرس أو بمجال عمل قريب من عملي. ممكن يكون عندك 30 شخص، ممكن واحد يدخل يخلي 5 يتركوه، يخرب 5. لا، هذا زي السوسة، زي الدودة، دخل بين 30 بده يخرب، اسحب الدودة اللي هو هذا اللي دخل، رميه، ما بدك إياه. حافظ على 30 وارمي هذا الشخص، ضحي فيه، ارميه، ما بدك اياه. مفهومه؟ تكلمت انا بفيديو عن التعلم. لازم تتعلم دائما شيء جديد عن الحكمه والتعلم. لازم تتعلم شيء جديد كل يوم، لا تخلي يوم يمر عليك ما تتعلم فيه اقل شيء معلومه واحده. تعلم كل يوم، تعلم كل يوم، لانه انت بدك توقف. لو وقفت قدام ناس بدك تتكلم، تتصدر مجلس معين، ما عندك شيء جواتك، ما تعلمت شيء، كيف بدك تتكلم؟ مزبوط، ما بينفع انك تقف انا بدك تكون انسان متعلم، عندك شيء جواتك، عندك معلومات كثير تقدر تتكلم فيها. تمام؟ في ناس كثير طبعا هسجلها عندك، لا تكذب، لا تكذب لإرضاء الآخرين، لا تكذب لإرضاء الآخرين. في كثير ناس يعني بيجيك مثلا بتكونوا مثلا زي مجموعة نفترض، أو ثلاث، أنتوا ثلاث، نفترض أنا وأحمد وطلال. أحمد مثلا بيعمل شيء معين، مثلا أخذ هاتف طلال سرقه، بيجي طلال بيبحث وين الهاتف، فبيجي طلال بيقول أحمد بيقول لك انه يعني، او مثلا نحكي بالاطراف، مثلا انا واحد هون واحد هون، بيجي هذا اللي هون اخذ الجوال هذا او هاتفه، بيجي هذا ببحث وين يروح الهاتف تبعي وينه، فالشخص اللي هون بيجي بيقول لك لا انا ما اخذته صح، انت تطلع عليه
آه صح ما أخذه، تنحرج. بس أنت كذبت، أنت كذبت، لا تكذب لإرضاء الآخرين نهائيا. مثلا كثير راح تتعرض لمواقف إنه مثلا شخص يقول لك كيف أنا بتشوفني إنسان مثقف صح؟ أنت بتخجل قدامه تقول له آه جدا ممتاز، عاد هو لا يفقه شيء. أو مثلا تكلم عن شيء معين، نفترض أنا كنت ممتاز في الدراسة صح؟ تلف عليه آه صح صح صح. لا تكذب، لا تكذب لإرضائه. وقتها لا ما كنت، في أمور تكون زي حد السيف فيها، لا ما كنت مبني عليها إشي. مثلا زي الهاتف اللي انسرق مبني عليها كثير شغلات، مفهوم؟ لا تكذب لإرضاء الآخرين. في كثير شغلات ممكن إحنا نضطر نكذب فيها. شخص يقول لك مثلا، يقول لك خبي الهاتف، مثلا هذا اللي سرق الهاتف يعطيك إياه، يقول لك خبي الهاتف ولا تحكي له، لا تحكي له، خلي معك الآن بعدين برجع لك. أنت تيجي بتعرض يعني أول شيء الشخص اللي صاحب الهاتف بيجي لك بيقول لك شفت الهاتف، تقول له لا ما شفته، وأنت كذاب، وأنت تكون كذبت لأجل صديقك. ممكن يبلغ الشرطة، فبالمقابل تنحط موقف مسؤولية وانت بالغنى عنها، انت بالغنى عن هذا الاشي. فرجاء أن لا تكذب، لا تكذب لإرضاء الآخرين. الآن أنا كإنسان خجول وإنسان طيب، طبعا أتكلم عن كثير نقاط نشتغل عليها. بدي أضبط أول شيء الشكل الخارجي، تكلمت عن اتصال فعال بالفيديو السابق، ارفع صوتك، اعطي النبرة المناسبة في الكلام، الوقفة. كخجل ما بفع انك تقف هيك وتتكلم معهم، ها واقف تتكلم، واثق من نفسي. جعل الثقة، اذا بدك تخلي الناس توثق فيك كون انت واثق بنفسك اول، كون واثق بنفسك من اول لما بتتكلم معه، لما بترسل رسالة معينة. يعني في القتال كثير بصير معي، في البطولات لما بلعب بطولة بكون واقف مع واحد بهذا الشكل، بس يشوفني بكون واقف هو هيك، بس يشوفني تلاقيه صار ارتبك، بس يلعب مش قادر يتحرك. بس أنا لما أتحرك معه بتحرك بثقة. لازم يكون عندك ثقة عالية، إذا كانت ثقتك عالية من جوا راح تقدر تأثر عليه. مستحيل تقدر تأثر عليه إذا ما كانت عندك ثقة، مفهومة؟ إذا كنت منزوع ثقة ما راح تقدر تأثر على الجميع. بتمنى منك إنه الثقة تركز عليها، ركز على موضوع الثقة، مفهوم؟ نيجي لكمان شغلة. الآن في حل ممتاز أيضا مع حل الحلول اللي تكلمنا عنها، إنه اشترك بأعمال جماعية، اشترك بأعمال جماعية، تمام؟ هاي أول واحدة. ثاني شغلة، اشترك بنادي، تعلم قتال. راح اعمل دعايه لرياضتي. تعلم قتال راح تغير لك حياتك، ثقتك بنفسك راح تحصل على الثقه، تمام؟ اشترك باعمال جماعيه، تكلم مع ناس خارج علاقاتك. بدي اتغلب على موضوع الخوف والتردد مع الناس. بدي احاول مثلا اكون واقف مثلا موقف باصات، واقف في شخص بجنبي بنظر له، بحاول افتح اي حوار مشان اختبر نفسي، مشان يعني اذا تبرمجت نفسك انك تتكلم مع الاخر الاول والثاني والثالث مجموعه، غيرت البرنامج الاول، برنامج الخجل، تكلمت معه. ممكن اتكلم عن لبسه، والله ما شاء الله اللبس حلو كثير، من وين اشتريته؟ او تشوف مثلا مع كتاب، تمتدح الكتاب، مع جوال معين، هاتف معين، اوه هذا شكله ممتاز كذا 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 مثلا. فانت يعني ابتدأت بهذا الاشي، غير المحيط تبعك. الان لا ظلك يعني الخجول، في الغالب راح يكون مع ناس ضعيفين زيه، حيكون عايش مع ناس ضعيفين زيه. غير الناس اللي انت معهم، اختار ناس ذو شخصية قوية وحاول تكون زيه. اختار ناس كبار في العمر، كبار في العمر. اختار
ناس مثقفين ملتزمين في الدين مثقفين، لأن هذول راح يفيدوك كثير. مفهومة؟ إذن الخطوات هاي نشتغل عليها، وركز على إن البيئة المحيطة ركز عليها بشكل كبير، ركز على الأفكار، ركز على إنك تشترك بنادي، وإن شاء الله راح تتغير وتتخلص من الخجل اللي عندك. وراح لو بضمن لك إذا استمريت عليها على الخطوات هاي من ثلاث إلى ست شهور تقريبا راح تتغير بشكل كامل. طبعا تغير تدريجي ما راح يصير بيوم وليلة. تسمع لي الفيديو اللي الآن بتكلم فيه تروح إنك صرت قوي، لا، الأمر تدريجي. راح توصل تمام. في النهاية بقول الخجل مش عيب، الخجل صفة ممدوحة جدا، وأنا صراحة بحبها، بس بإطار معين، بحجم معين، لا يزيد ويخرب ولا يضمحل أو يختفي وتكون زيك زي المفسد في الأرض. ما تخجل لا من ربنا ولا من الناس ولا من العيب ولا من الحرام. الخجل مطلوب بحجم معين، حجم يحترمك فيه الآخرين، حجم تكون أنت راضي عن نفسك فيه. وطبعا بتمنى من الجميع إذا استفدتوا من الفيديو أنك تنشر لأصدقائك، ولا تنسى مشاهدة الفيديوهات السابقة ولا اللي راح تيجي. وإن شاء الله أكون غطيت الكم الأكبر، والحل زي ما حكيت أنه راح يكون تدريجي زي ما أنت كنت خجول بفترة كبيرة. لا تتوقع أنه بعد ما تحضر الفيديو هذا تكون خلاص صرت إنسان القوي أو الشجاع أو إنسان القيادي. مع الممارسة شوي راح تحصل على نتيجة، ممكن بعد شهر، ممكن بعد شهرين، ممكن بعد ثلاث، بس ابدأ طبق من اليوم، وراح تشوف نتيجة طيبة زي ما أنا كنت خجول وتخلصت من الخجل اللي عندي. وواقف الآن أمامك وبتكلم أمامك، فأنت ممكن تكون زي، راح توقف نفس الإشي وتنصح الناس. أي شيء احتجته ممكن تراسلني على الواتساب، راح يظهر عندك على الشاشة. لا تنسى الاشتراك بقناتي على اليوتيوب فهد المهر، وإعجاب لصفحتي على الفيسبوك قوتي صحتي. وبتمنى أنه تنشر للجميع وتغير في البيئة المحيطة اللي عندك. الشباب الخجولين اللي عندك تهديهم الفيديو، خليهم يستفيدوا، لعل الله أنه يجعل الخير على إيدك والكل يستفيد. السلام عليكم.